ما حدث في تركيا اليوم الحقيقه بعض الناس ممكن تقول لك يعني ما نعلقش عليه، ما احنا خلاص عرفنا انه احنا قدام رجل يستغل الدين استغلال سياسي لتحقيق اهدافه ومطامعه، خلاص خلصت الحكايه يعني. لكن الحقيقه دي فرصه للتاكيد على انه الدين لما بيتم استخدامه في السياسه لا يستفيد الدين وتفسد السياسه، فبيتحول شخص الى قاتل ولص ومخادع للجميع. انتوا عارفين قصه ايا صوفيا الكنيسه اللي اتبنت في القرن السادس الميلادي وبعدين في القرن الخمستاشر في تقريبا 1453 لما دخل محمد الفاتح اسطنبول غازيا ومحتلا وحول الكنيسه الى مسجد وفضلت مسجد لثلاثينيات القرن العشرين لما تم الاتفاق على ان تحولها متحف، خلاص يعني ما يبقاش فيه هذا النزاع بين الاديان، يا سيدي كانت كنيسه وتحولت جامع فجينا توافقنا على انها متحف. اردوغان نفسه في فتره سابقه قال لك لا مش هينفع نحول ايا صوفيا من متحف لمسجد مره اخرى، لكن رجع لاسباب سياسيه محضه لا علاقه لها بالدين على الاطلاق حولها الى مسجد. وفي حالة من الاستفزاز والتحدي النهاردة راح وصلى الجمعة وجلس أردوغان يقرأ القرآن في مشهد لا تخفى دلالته على حد. ورونا كده المشهد ده كده يا جماعة، ورونا المشهد ده يلا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أنا هنا مفروض قدام رئيس دولة، رئيس لكل المواطنين اللي في الدولة يعني، لكن هو بيروح ويقعد بنفسه لابس الطاقية الشبيكة دي من غزلهالك يعني، وبيقرأ القرآن في حالة مغازلة صريحة. ليه؟ لأنه هو عايز يعمل صورة إمام المسلمين. أنتوا فاكرين بالظبط، أفكركم بحاجة، لما جه محمد مرسي رئيس لمصر، أنت رئيس مصر عايزه إيه؟ يشتغل، يشتغل في الاقتصاد، يشتغل في السياسة، يشتغل في الجانب الاجتماعي، يشوف مشاكل الناس. لا علاقة للمواطن الذي يختار رئيس، والله رئيسي بيصلي مش بيصلي، ملتحي مش ملتحي، دي حاجة تخصه في علاقته بربنا. لكن هذه الجماعات اللي بينتمي لها أردوغان بشكل واضح، لأن هذا الرجل خرج من رحم الإخوان المسلمين العفن يعني، هم طول الوقت عايزين يصدروا للناس وللبسطاء انه احنا بتوع ربنا، احنا طيعين. فعاوز افكركم بالشيخ محمد حسين يعقوب لما كان بيتكلم عن مرسي بنفس المنطق كده، سمعونا كده يا جماعه. الحمد لله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. قضى الله لنا خيرا خيرا ونحن لا نستحقه، ولكنه كريم يتجاوز كرمه الآمال. قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام ويظهر الإسلام. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة، ألا تكبرون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله. كانت هذه هي الصورة التي يريد الإخوان وحلفائهم تصديرها عن الرئيس، رئيسكم يزور الحرم النبوي، رئيسكم يعتمر، رئيسكم يلقي الدروس، يا ملتحي يصلي. كويس؟ كويس لما يبقى الرئيس بيصلي ويعرف ربنا يعني، لكن ليس هذا هو الرئيس. بالظبط النهارده
في محاولة لدغدغة مشاعر ومخاطبة عواطف المسلمين في كل مكان بهذا المشهد اللي أردوغان خلي بالكو ومتعمده، يعني هو الوحيد أردوغان لو في الصورة دي يا جماعة وهو قاعد في المسجد، الوحيد اللي محافظ على قواعد التباعد، يعني لابس الكمامة وفي متر عن يمينه ومتر عن شمال، وبقية الناس في المسجد وخارج المسجد أو يعني آيا صوفيا متزاحمين. طيب هو تقول لي طب يعني الاستغلال السياسي جاي هنا فين؟ أهو دي الصورة اللي هو عامل الاستغلال السياسي اللي هو جاي فين؟ في الوقت اللي المساجد كلها في العالم مغلقة لا تقام فيها الصلاة بهذا الشكل، لا في الحرم المكي ولا في الحرم النبوي ولا في الأزهر، لأن يعني دي المساجد الكبيرة، فهو بيفتح المسجد وبيروح يصلي وبيقرأ قرآن حتى يجذب اللي هم يعني البسطاء ويعني من يستغلهم أو من يصدقون. الإشارة أكبر من كده، يعني أكبر من أنه مجرد بيقول أنا هو أنا إمام المسلمين، المسلمين في كل حتة قافلين مساجدهم، أنا هو ده أنا حولت متحف اللي كان كنيسة لمسجد وبصلي فيه وقاعد أقرأ القرآن وكل العالم بيشوف والناس بره والناس جوه. مش كده بس، الرسالة الأكبر كان الإمام التركي الذي صعد المنبر ليخطب الجمعة وهو زي ما تشوفوا في الفيديو ده كده طالع المنبر وهو يمسك سيفا في يده سيف، كويس ورونا كده يا جماعة مع بعض والسادة المشاهدين سامعنا أهو طالع الراجل، هو بقى بيعكس هنا على إيه؟ على السيف. طيب هتقولنا صورته هو بقى بالسيف، صورته بالسيف وهو قاعد، دي ده الفيديو اهو طالع ماسك السيف وقال لك هو اهو، خلي الصورة دي شوي. الصورة دي تقول لك ايه؟ الراجل ماسك اهو السيف، قال لك سيبك من ده سيف محمد الفاتح لانه عاوز يقنعك انه ده الفاتح العظيم اللي فتح اسطنبول ومش عارف ايه بتاع، فده سيف محمد الفاتح. في لغة الامساك بالسيوف اهي، ايوه دي الصورة، قال لك لما تمسك السيف باليد اليسرى فهو يعبر عن حالة سلم ودفاع، يعني لما تمسك السيف بإيدك الشمال فده إشارة للسلم والدفاع، ولما بتمسك السيف بإيدك اليمين فهذه حالة حرب وهجوم. طب لما تمسك السيف بإيديك الاتنين اليمين والشمال زي ما الخطيب ده كده عامل، فده إشارة لإيه؟ إشارة إلى أنه تأهب وإنذار. فإذن أنا قدام مشهد كله رسائل إلى العالم من حواليه. مشكلة إيه بقى هنا؟ إنه في ناس كتيرة جدا بيخدعوا بما فعله أردوغان، لأنه حقيقة أردوغان على الأرض غير ذلك. حقيقة أردوغان على الأرض غير ذلك. ناس كتير قال لك لا إنه هذه الصلاة لا تجوز والدعاء لا يقبل ولا يقبل لأنه على أرض مغصوبة، لكن ماليش علاقة بده. هذا أمر بينهم وبين الله ماليش علاقة بيه، لكن أنا عايز أقول أنه اليوم كيف يتم النصب باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الله وكيف يخدع الناس بهذا المشهد الذي يديره قاتل وسفاح وسفاك دماء. ولذلك